50 دينار لكل كيلوغرام واحد ينتج من السمك البلطي. إجراءات تحفيزية جديدة للاستثمار تدخل حيز التنفيذ لصالح المستثمرين في تربية المائيات، حيث اشترطت الوزارة الوصية أن تتجاوز كمية الإنتاج 400 كيلوغرام لكل عملية، وأن يكون الوزن الأدنى على الأقل 250 غراماً للوحدة من سمك البلطي الأحمر، وأن يساوي أو يفوق الحجم التجاري الأدنى لسمك البلطي 18 سنتيمتر للوحدة. علاوة تحفيزية ب50 دينار، الهدف تاعها الأول هو خلق المؤسسات هذه في تربية المائيات، بالإضافة إلى نشر ثقافة تربية المائيات في مع الفلاحة، أي المائيات المدمجة مع الفلاحة. الهدف الأول تاعنا كقطاع صيد بحري هو زيادة الإنتاج وتوفير المنتوج هذا بأسعار تكون معقولة للمواطن البسيط. الخبراء ثمنوا هذه التحفيزات الجديدة التي تعطي فرصا إضافية لامتصاص البطالة وتشجيع الشباب على الاستثمار في هذا القطاع. هذه تربية المائيات تلقى رواج كبير، خاصة من حيث الثمن تاعو اللي ما لقاوش طالع بزاف، يعني السعر تاعو مقبول وفي المتناول المستهلك الجزائري. لكن يخص تكوين، حنايا قلت لك حنايا كوزارة نقوموا بتكوين هذا حتى نرافقوا كل المستثمرين الشباب والفلاحين، وهو تكوين هذا حسب الطالب. لم يكن طالب حنا كما نقولوا نحضروا هذه الأقسام. بعد نجاح مشاريع إدماج تربية المائيات بالوسط الفلاحي في بعض الولايات، تحفيز جديد يهدف لدعم الاقتصاد الوطني بهذه المادة التي تكاد تغيب عن مائدة الجزائريين.